السلام عليكم، لاباس؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم. اليوم ان شاء الله جيت كما تتشوفوا باش ندير لكم مطيشه والبيض، طبق اللي تنبغيو حنا المغاربه بزاف، خفيف وسهل واقتصادي، وتنبغيو دائما ما تطلعش لينا في الراس. نتمنى هذا الطبق يعجبكم. غادي نبداو ان شاء الله بالمقادير. هنا تنحتاج مطيشه محكوكه، تقريبا شي 4 المطيشات. هنا تنحتاج القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق، والاكثر هي القزبر. هنا غنحتاج بصله محكوكه. هنا غنحتاج شويه ديال الفلفله حمراء مقطعه دوار كما هكا. هنا غنحتاج شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الكمون، تحميره، الملحه، وسكينجبير. هنا غنحتاج فلفله حاره مقطعه دوار هكا رقيقه، وفلفله حاره كامله. هنا غنحتاج 4 الفصوص ديال الثومه محكوكين. وهنا غادي نحتاج 2 معالق كبار ديال الزيت البلديه، ومعلقه كبيره ديال الزيت المائده. ان شاء الله غادي نبدا على بركه الله. دابا انا حطيت الطاجين هكا تيسخن، غادي ندير ديك الزويته، غادي ندير البصيله، غنخلي ديك البصيله تشحر مع الزيت. الاكله المفضله عند المغاربه هي مطيشه والبيض. مطيشه والبيض تنبغيوها دائما، والاكثريه حنايا تنفطروا بها مع الصباح. صافي، دابا فاش بدات ديك البصيله تتشحر غادي نزيد الثومه. حرت لينا ديك البصيله وديك الثومه مزيان، غادي نزيد عليها ان شاء الله مطيشه ديالي محكوكه. كما قلت لكم انا كثرت شويه، درت 4 كبارات. غادي نزيد هاد الفلفله هادي اللي مقطعه، فهي غزاله تجي في مطيشه والبيض، تجي ديك الحروره ديالتها زوينه. دابا غادي نسد على الطاجين ديالي واحد المده ديال 5 دقائق، وعاد غادي نرجع باش ندير العطريه. صافي، دابا بعد ما خليتها مطيشه ديالي مطيشه البيض 5 دقائق، دخلاتها الطياب. دابا غادي ندير العطريه، غندير المليحه، سكينجبير، تحميره، كمون، خرقوم، الإبزار. غادي نزيد هاد الفلفله، غادي نزيد هاد القزبر ومعدنوس،
دابا غادي نزيد هذيك الفلفله دوار صافي. دابا غادي نسد على الطاجين ديالي نزيد واحد 5 دقائق تقريبا ونرجع معكم. صافي من بعد ما دازت 5 دقائق صافي كلشي دابا طاب. دابا غادي نبدا ندير البيض. صافي بعد ما درت البيض كامل درت تقريبا شي 5 صافي كنحاول ندخل داك البيض لتحت. صافي داك البيض البنات ما تخلطوش مع المباقي مع الماطيشه وداك الشيء خليه يطيب على خاطره. صافي دابا غادي نعاود نسد عليه واحد 3 دقائق ولا 4 دقائق حتى يطيب ليا داك البيض وغادي نطفي عليه ان شاء الله. صافي البنات ها الماطيشه والبيض ديالي طابو تتجي غزاله راكم عارفين احنا المغاربه بعدا راه معروفه عندنا تجي زوينه وغزاله. تنتمنى تعجبكم ان شاء الله وما تنسوش تخليوا لي تعاليق وتابونيو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. تنشكركم بزاف بزاف والى الفيديو الماجي ان شاء الله.